على سفح جبال البيريني ترعرع سيباستيان على يد سيزال وحفيدته أنجلينا. التقى سيباستيان كلبا من البيريني أبيض اللون وسماه بيل. ما أجملك! رغم أن القرويين كانوا يخافون بيل ويعتقدونه شرسا، لم يصدق سيباستيان ذلك، ولأنه يتيم الأم شعر نحو بيل وكأنه صديق قديم. لنذهب إلى المنزل. هل جئت لملاقاتي؟ نعم، أخبرتك كل شيء عن الجبال وعرفت أن له لا داعي للقلق عليك. كنت أبحث عن بال للكلب الأبيض، لكن أنجلينا كانت قلقة جدا وهي تخاف دوما من أن تصاب بأي مكروه. يجب أن نعود بسرعة. أنجلينا تخاف كثيرا. أنجلينا، أين كنت حتى الآن؟ فتشت عنك كثيرا. كنت ألعب، كنت في الجبل. الجبل؟ منعتك عن الذهاب إلى هناك بسبب الكلب الأبيض الشرس. إنه ليس بالكلب الشرس. ها؟ قل الحقيقة سيباستيان، ألم تلتقي بهذا الكلب الأبيض الشرس؟ كلا، لا أعرف عنه شيئا. سيباستيان، ستندم إذا صعدت الجبل مرة ثانية، لن أدعك تأكل. إذن ما زلت مستيقظا، كل، لابد أنك جائع. إنه من طعام العشاء الذي جهزته أنجلينا. أنجلينا؟ لا يمكنك النوم ومعدتك خاوية، يبدو أنها تعنفك، تعنفك دائما، لكنها تحبك كثيرا يا بني. نعم أنا أعرف. أنا أريد أن أعترف. في الحقيقة التقيت الكلب الأبيض. ماذا؟ كنت تعلم؟ كنت أعرف أن سيباستيان سيذهب لرؤية الكلب، لكني لم أكن خائفة منه. كان كبيرا جدا ونظرته كانت رقيقة جدا جدا. أنه ليس كلبا شرسا. نعم نعم، كلب جبال البيريني طيب، إنه لا يؤذي إذا لم يضيق أحد، لا بل إنه يساعد الضائعين في الجبال دائما. أسمعته بيل، أيعجبك هذا الاسم؟ بيل؟ لكن يا سيباستيان، الكوخ يقع على منحدر قوي، لا تذهب إلى هناك وحيدا بعد الآن، قد تتعرض لبعض الأذى، أفهمت يا بني؟ حسنا. هيا نام الآن. نعم جدي. أخذت له بعض الأكل. Thank you.
الكلب الأبيض الكبير، الكلب الأبيض الكبير، الكلب الأبيض الكبير. نلتقي غدا. حسنا. لا تؤذيني. أوكي أعطيني البندقية. إنها بندقية. أسرع اختفى. هل هو خائف منا؟ نعم إنه خائف مني. لنطارده. هيا بنا. أسرع. ها هو وجدناه. النجدة النجدة. لنلحق به. انتظر قليلا، هذه القطعة من اللحم. لكن هذا لم يعلم أحد. سنلقي اللوم على الكلب. فهمت اللعبة فهمت. أين ذهب؟ عند أسفل المنخدر. ها هو هناك. طاردوه. قالوا إن الكلب ظهر في البلدة، لننطق به. هيا هناك. طاردوه. ماذا؟ كلب أبيض كبير حاول أكل طفلي. يا سيدي أمسكوه، أسرعوا. محاولة قتل المجرم. كلب أبيض كبير سرق قطعة لحم. ذلك الكلب سرقها. هل حقيقة الكلب الأبيض سرقها؟ نعم، أفضل قطعة اختفت من متجري. صدقني يا سيدي. أنا رأيته يأخذها يا سيدي. نعم نحن شاهدان على ذلك. سرقة لحم، السارق كلب أبيض كبير. لا يمكننا العيش بأمان والكلب حول القرية يهدد الجميع. يجب القيام بشيء ما على الفور. أمسكوا به. اقبضوا عليه كالمانيول. نعم سيدي. اتصل بدورية الجبل واجعلهم يطاردون الكلب الأبيض فورا. الكلب كلب أبيض كبير من جبال البيريني. أتينا لنمسك به. اليوم حاول قتل طفل. ثم سرق اللعب من متجر السيد فودور. ها؟ لابد أنك رأيته. لأنك تعيش في الجبل. طردوه، الحقوا به. الكلب الشديد بسيباستيان يلائمان بعضهما البعض. ولد يتيم. أي ماذا تفعلون هنا؟ إنه الدكتور جيوم. ماذا تفعلون لو هجمكم الكلب أثناء شجاركم؟ لنذهب من هنا. توقف يا سيباستيان، ما المشكلة؟ المشكلة أنهم دائما يسخرون مني لأني يتيم الأم. لماذا للجميع أمهات وأنا من دون أم؟ تركوك لوحدك لأنك دائم الانعزال. الجميع في المدرسة. لن أذهب إلى المدرسة أبدا، لا أريد أن أراهم ولا أن ألعب معهم. توقف سيباستيان. أبدا. سيباستيان. أي ولد سيباستيان؟ سيباستيان ماذا تفعل هنا؟ جا. نحن ذاهبون لملاحقة الكلب الأبيض والقبض عليه. هل ستطلقون النار عليه؟
نعم يجب أن نقتله. اليوم هاجم القرية واعتدى على البعض. هذا كذب، بل لا يهاجم القرية. بل تعني الكلب الأبيض؟ كلا أنا لا فقط. لقد شاهدته، التقيته، أليس كذلك يا سيباستيان؟ جون. نعم سيدي. اصغي إلي يا سيباستيان، الكلب الأبيض كلب شرير لا تدنو منه. اذهب فورا إلى المنزل، هل فهمت؟ إلى اللقاء.